احمد نوصليون علاج طبيعي مكثف من سكن 8 ساعات صابت نقع شوكي بعد اسبوعين بس عملنا 12 بس جلسة اسبوعين لف تاني لف زي ما عملنا طبعا بنساعدهم الاول كانوا وقفهم جوه الجهاز زي ما احنا شايفين وبعد كده بنبدا نمشي بعد كده يمشي بقى بعدها لوحده احنا كان بقالنا قد ايه عاملين حادثه وما بنمشيش سنتين ونص ما كانش بيمشي بعد اسبوعين بس بعد 12 جلسه ماشيين جوه الجهاز تاني برو بدات تتوقف برو زي ما علمتك هنرمي مرة على اليمين ومرة على الشمال برو